الجزء ده من الأسئلة خاص بالأحماض الأمينية والبروتينات، فقبل ما نتكلم في الأسئلة هناخد فكرة عامة بس كده عن إيه هي الأمينو أسيدز والأحماض الأمينية دي من الناحية الكيميائية. فالأحماض الأمينية هي مجموعة من المركبات ليها ستراكشر أساسي، في حاجات أساسية يعني ثابتة، وفيها جزء بيتغير من حمض أميني للتاني. الأحماض الأمينية دي هي بتمثل الوحدة الأساسية لبناء البروتينات، يعني مجموعة من الأحماض الأمينية جنب بعضها بتديني حاجة بيسموها البولي بيبتايد، وده في الآخر اللي إيه بيديني الشكل النهائي للبروتين. طيب الاستراكشر بيبقى عامل إزاي؟ قال لي أنا عندي كربونة بيسموها الألفا كربون، مرتبط بيها أربع مجموعات: مجموعة كربوكسيل اللي هي COOH، مجموعة أمين أو أمينو اللي هي بيسموها الـ NH3، مجموعة السايد تشين دي بتكون في الغالب مجموعة الكايل، وهيدروجين. تمام، لما الكربونة الألفا كربون دي بيكون الأربع حاجات المرتبطين بيها مختلفين عن بعض بيسموها كايرال كربون، ودي حاجة بقى في الاستيريو كيمستري يعني مش وقت الدخول فيها والكلام عنها يعني، بس بشكل مبسط معنى كلمة كايرال كربون يعني كربونة مرتبط بها أربع مجموعات مختلفين عن بعض. طيب إيه اللي بيتغير بقى في الحمض الأميني الأول والتاني والتالت والكلها؟ أنا بلاقي دايما مجموعة السي أو اتش، بلاقي دايما مجموعة الأمينو، اللي بيختلف هي السايد تشين أو مجموعة الأر دي. طيب أنا عندي 20 حمض أميني معروفين متقسمين لنصين، نص بيسموه essential ونص بيسموه non essential. الاسينشال دول اللي هما الجسم محتاجهم وهو بيقدرش يصنعهم، وبالتالي لازم الانسان ياخدهم من مصدر خارجي اللي هو على رأسه الاكل الطعام. تمام، ال non essential amino acid اللي الجسم بيقدر يصنعهم تلقائي. زي ما قلنا الأحماض الأمينية عندها مجموعتين وظيفيتين أو functional groups، مجموعة الكربوكسيليك أسيد ومجموعة الأمينو جروب اللي هي ال NH3. الأمينو دي بتبقى واخدة رمز positive والكربوكسيليك أسيد بيبقى negative، والنت ريزلت بتاعهم بيبقى neutral إلا لو حصل تغير فأدى لزيادة الشحنة، يعني بقت الشحنة السالبة ناحية الـ COOH أكتر، أو الشحنة الموجبة ناحية الأمينو أكتر. طيب إحنا عندنا الأحماض الأمينية دي زي ما قلنا بترتبط مع بعضها عشان تكون لي البوليبيبتايد اللي هو البناء الأساسي المكون للبروتين. طب هي بترتبط مع بعضها عن طريق ايه؟ قال لي عن طريق حاجة بيسموها البيبتايد بوند، يعني حمض أميني جنب حمض أميني يرتبطوا مع بعض عن طريق حاجة بيسموها البيبتايد بوند. بيحصل إزالة لجزيء مية وتتكون الرابطة. طيب تعال نشوف هنا، ادي حمض أميني، ادي الكربونة الألفا معها اتش معها السايد تشين معها الأمينو معها السي او اتش، وادي الناحية التانية حمض أميني تاني. بيحصل ايه؟ ده بيفقد H وده بيفقد OH فيطلعوا على شكل جزيء مية، ويحصل ارتباط هنا ما بين ال N بتاع الحمض الأميني ده وبين الكربونة بتاع الحمض الأميني ده، دي بيسموها البيبتايد بوند أو بيسموها الأمايد لينكج. طيب هنا بيقول لي التقسيمة الخاصة بالاسينشال والنون اسينشال امينو اسيدز. الاسينشال امينو اسيدز زي ما قلنا اللي انت ما بتقدرش الجسم يصنعها وبالتالي محتاج تاخدها من مصدر خارجي زي الاكل، اللي هي منها ايه؟ الهيستيدين، الايزوليوسين، الليوسين، اللايسين، الميثايونين، الفينايل الانين، ثريونين، والتريبتوفان، والفالين، والارجينين. النون اسينشال امينو اسيدز اللي هي الألانين، الأسبرتيت، السيستين، الجلوتاميت، والجلوتامين، والجلايسين، البرولين،
والسيرين والتيروزين والأسبراجين. طيب ده الشكل الكيميائي او الاستراكشر بتاعهم، نبص عليه بصة سريعة كده هتلاقي مثلا ابسط حمض اميني بيسموه الجلايسين. تعال نشوف الاستراكشر الاساسي، ادي الكربون الالفا معها مجموعة امينو معها سي او او اتش معها اتش اي. طيب السايد تشين اللي هي الار هنا عبارة عن اتش يعني هيدروجين. هل هنا يعتبر الجلايسين كايرال كربون؟ لا. ليه بقى؟ لان هو عنده مجموعتين مرتبطين بيه الاتنين زي بعض اتش و اتش. طيب الالانين هلاقي هو دايما التغيير زي ما قلنا في الار اللي هي دي السايد تشين، فالجلايسين هنلاقي فيها اتش، الالانين هنلاقي فيها سي اتش 3، الفالين هنلاقي كربونه ومرتبط فيها كربونتين، اليوسين كربونه وبعدين كربونه ومرتبط بيها كربونتين وهكذا. في حاجات العلماء عملوها كتقسيمة للأحماض الأمينية، احنا قلنا في تقسيمة قبل كده اللي هي الاسنشال والنون اسنشال بناء على ايه اللي الجسم بيقدر يصنعه وايه اللي ما بيقدرش. طيب هنا في تقسيمة تانية بناء على الاستراكشر بتاع الحمض الأميني نفسه، فقال لي التقسيمة الميجور بتتقسم لنوعين، حاجة بيسموها نون بولر امينو اسيد وبولر امينو اسيد. النون بولر دي اللي هي بيسموها الهيدروفوبك يعني حاجه بتكره الميه ما بتدوبش فيها، بتبقى الار اللي هي السايد تشين دي يعني بتبقى عباره عن الكايل جروب او بتبقى اروماتيك جروب يعني حرقه بنزين ومشتقاتها. طيب مثال على النون بولر امينو اسيد، قال لي زي الجلايسين زي الالانين زي الفالين زي الميثيونين زي التريبتوفان. طيب النوع الثاني قال لي البولر امينو اسيد، هنا السايد تشين بتحتوي على بولر جروب، بولر جروب يعني حاجات بتبقى محبه للميه بتدوب فيها بيسموها هيدروفيلك زي الامين زي الالكحول زي الاسيد اللي هي طبيعتها اصلا انها بتكون بولر. طيب هي فكرة البولر اصلا ان المركب فيه مجموعتين زي مثلا ال HCl، ال H وال Cl كل واحدة فيهم ليها حاجة بيسموها السالبية الكهربية او بيسموها الالكترونيجاتيفيتي اللي هي قدرة الذرة على جذب الالكترونات بتاع الرابطة ناحيتها. طيب كل ما الالكترونيجاتيفيتي دي زادت كل ما بقت شحنة المركب سالبة، تمام؟ لو المركب المولوكيولز المكونة ليه كان في فرق في السالبية الكهربية بينها عالي، بنلاقي ان المركب هنا بقى بولر زي ما انت شايف كده. هنا مثلا ال H وال Cl الالكترونيجاتيفيتي بتاع ال H 2.1، الالكترونيجاتيفيتي بتاع ال Cl 3، يبقى اذا ال Cl تاخد شحنة بيسموها partial negative charge او شحنة جزيئية سالبة. ليه سالبة؟ لأنها سحبت الإلكترونات، المفروض الـ H والـ Cl في بينهم رابطة بيسموها الكوفيلنت بوند، رابطة تساهمية، يعني كل واحد منهم بيشارك بإلكترون فيعملوا رابطة. طيب الـ Cl عندها قدرة أكبر على جذب إلكترونات الرابطة ناحيتها، هي ما بتاخدهمش وتمشي، لأ ده بيحصل في الرابطة الأيونية، واحد بيفقد واحد بيكتسب وشكر. إنما الرابطة التساهمية بيفضل المركبين قريبين من بعض وبتحصل ايه؟ الاتنين بيشاركوا مع بعض، بس في واحد السالبية الكهربية بتاعته اعلى او بيسموه الالكترونيجاتيفيتي يعني قدرته على سحب الالكترونات ناحيته بتكون اعلى، وبالتالي بياخد شحنة بيسموها شحنة جزيئية سالبة زي ما انت شايف كده اللي هي بيسموها partial negative. اذا التاني شحنة جزيئية موجبة partial positive. طب ليه اللي خد الالكترونات ناحيته اصلا واخد شحنة سالبة؟ لان هي الالكترونات شحنتها negative، وبما ان الالكترونات اتجمعت عنده بشكل اكبر يبقى الايه الشحنات اللي عنده سالب. طيب ده مركب بولر. طيب انما انا عندي لو Cl2 اللي هو عباره عن Cl مرتبطه بCl، ده مركب نون بولر. ليه؟ لان الالكترونيجاتيفيتي بتاع Cl 3 والCl الثانيه 3، يبقى النت ريزلت ايه؟ صفر، يبقى مفيش فرق في الايه
في الالكترونيجاتيفيتي، وبالتالي المركب هنا بيعتبر نون بولر. يبقى انا بقسم، طيب الكلام ده لما اجي اطبقه على الاحماض الامينيه اطبقه ازاي؟ انا احنا زي ما قلنا الحمض الاميني بيتكون من مجموعه سي او اتش بتبقى غالبا متأينة، يعني بتفقد الاتش، يبقى السي او او تاخد شحنه سالبه، والان اتش 3 بتكتسب اتش فتبقى الان اتش 2 بتكتسب اتش فتبقى ان اتش 3، يبقى تاخد شحنه موجبه. يبقى انا عندي هنا سالب وهنا موجب، يبقى ده ايه؟ بولر. طيب اللي بيأكد بقى الكلام ده المجموعه الجانبيه اللي هي السايد تشين، يا اما تودي المركب في اتجاه ان هو يبقى بولر وبالتالي يبقى هيدروفيلك، يا اما نان بولر او هيدروفوبيك. طيب قلنا النان بولر بتبقى الار سايد تشين، دي بتبقى الكايل جروب او اروماتيك جروب، زي قلنا الجلايسين والانانين والميثيونين والتريبتوفان والبرولين. طيب لو هو بولر بقى بتبقى السايد تشين دي مجموعه امين، مجموعه الكحول، حمض اميني، اسف حمض يعني اسيد. طيب المجموعه دي اللي هي البولر دي بتتقسم لثلاث مجموعات، يا اما اسيدك يعني الحمض الاميني ليه خواص الاسيد، او بيزك يعني ليه خواص القاعده، يا اما نيوترال يعني النت ريزلت ما بين الاسيد والبيز زيرو فيبقى نيوترال. طيب يعني هو بيقول لي هنا ايه، يا اما اسيد يعني انا عندي ناحيه الكربوكسيليك اسيد ازيد فيميل لخواص الاسيد، او بيزك يبقى ناحيه الامينو جروب او النيتروجين يعني ازيد فيميل لخواص البيزك، او الاثنين متعادلين الامينو والكربوكسيليك فيبقى ايه؟ نيوترال. مثال على كده ايه؟ قال لي الاسيدك اسبارتيك اسيد وجلوتاميك اسيد، البيزك زي الهيستيدين واللايسين والارجينين، النيوترال زي السيرين والثريونين والاسبراجين. طيب في حاجة بنلاقيها بتعدي علينا بيسموها سفيتر ايون بالفي، ده حالة او وصف للحالة اللي بيكون عليها الحمض الاميني. يعني ايه؟ ده الحمض الاميني، ادي الالفا كربون والاكسايد الشين، وادي ال NH2 وادي الكربوكسيل، ده بيسموه نون ايونيك فورم، يعني الحالة اللي بيكون فيها غير متأي. طب هنا ايه اللي حصل؟ ال H طارت فبقت COO نيجاتيف، وهنا دي خدت H فبقت NH3 بوزيتيف، الحالة دي بيسموها سفيتر ايون فورم. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني ال NH2 والسي او اتش جروب بيبقوا في الحالة المتأينة، يعني لما بيدوبوا في المية او يتحط الحمض في المية بيحصل له ايونيزيشن، تمام؟ فيبقى عندي بوزيتيف تشارج على ال N ونيجاتيف تشارج على ال سي او او، النت ريزلت بتاعتهم يعني السالب والموجب لما نجمعهم مع بعض يديني زيرو. طيب ده في كل الحالات؟ لا طبعا، ده في الحالة الأساسية، لكن لما يبقى في مجموعات تزود ناحية السالب بيبقى ياخد خواص السالب، حاجات تزود ناحية الموجب بياخد خواص الموجب. طيب يبقى الخلاصة ان سفيتر ايون ده فكرته ايه؟ ان الحمض الامين لما بيبقى في المية بيتأين فياخد شحنة سالبة على مكان الكربوكسيل وشحنة موجبة على مجموعة الامينو او ال NH3. لو انا عندي، احنا قلنا هو بيبقى متأين سالب على السي او او موجب على ال NH3. طيب لو النت تشارج يعني الفرق ما بين الموجب والسالب كان ناحية الموجب، يبقى هنا الحمض الاميني بيبقى في الكاتايون او الكاتايونيك فورم. طيب لو النت ريزلت او النت تشارج يعني الفرق بين الموجب والسالب كان بالسالب، يبقى هنا في الانايون فورم. احنا قلنا الانايون يبقى بالسالب والكاتايون يبقى بالموجب. طب لو النت ريزلت بزيرو يعني مفيش فرق ما بين الموجب والسالب، يبقى اذا اللي هنا ايه؟ الحمض الاميني في الحاله النيوترال،
أو سفتر أيون. إذن نلم الكلام ده كله، الفكرة كلها إن الأحماض الأمينية هي الوحدة الأساسية لبناء البروتين. الأحماض الأمينية بتتكون من بيزك ستراكشر اللي هو كربونة بيسموها الألفا كربون، مربوط فيها أربع مجموعات، مجموعة أمينو اللي هي NH2، مجموعة كربوكسيليك أسيد COOH، مجموعة H أو هيدروجين، ومجموعة الآر أو السايد تشين، ودي اللي بتتغير وبناء عليها بيتغير اسم ومواصفات الحمض الأميني وبالتالي قابليته للتفاعل. والتقسيمة بتبقى برضو بناء على الاستراكشر ده اللي بيأثر فيه ال R side chain. نشوف الأسئلة اللي بتتكلم على جزء الأمينو أسيد والبروتين. زي ما قلنا الفكرة الأساسية إن احنا بقى عارفين البيزك ستراكشر بتاع الأمينو أسيد وطريقته في الشغل ووظيفته. الأمينو أسيد زي ما قلنا هو الوحدة البنائية لتكوين البروتين، والبروتين ده ممكن يبقى هرمون، ممكن يبقى إنزيم، وليه وظائف متعددة. طيب زي ما قلنا ممكن يبقى أسيدك، ممكن يبقى بيزك، ممكن يبقى نيوترال بناء على الأر سايد تشين وتأثيرها في النت ريزلت بتاع التشارج ما بين البوزيتيف والنيجاتيف. هو بيقول لي the following substances is considered to be basic amino acid. basic amino acid يعني صفات البيز فيه اكتر من صفات الاسيد. طيب احنا ممكن هنا نتعامل باكتر من طريقه في اجابه السؤال، اما ان انا اكون حافظ الاستراكشرات وبالتالي ابقى عارف ان والله الاستراكشر الفلاني اسيدك، الاستراكشر الفلاني بيزك، او ان انا اكون حافظ التقسيمه بمعنى ان ايه هم كلهم 20، الاسينشال تقسيمتهم كذا، النون اسينشال تقسيمتهم كذا، البيزك 4-5، الاسيدك 4-5، واظن حفظ الاسماء اسهل يعني من الاستراكشرات. طيب تعال نبص كده على الصوره، هنلاقي هنا مثلا ايه هو بيقول لي ان البيزك واخدين اللون اللبني ده اللي هما الأرجينين والهستيدين واللايسين. طيب ليه يا باشا؟ انا هلاقي احنا قلنا اللي بيديله صفات البيزك ان علامة البوزيتيف يكون اكتر اللي هو خاص بالنيتروجين بالN. طيب اما باجي ابص على الأرجينين هلاقي هنا ايه، ادي N ودي N ودي N. ما اجي ابص على الهستيدين هلاقي ايه، حلقة خماسية فيها 2N غير ال NH الاساسي. اما اجي ابص على اللايسين نفس الكلام، ادي ال NH2 الاساسيه ومعايا الكايل جروب اخرها مجموعه ايه امينو اللي هي ال NH3. اذا وجود ال NH3 في الارجينين والهستيدين واللايسين زياده عن مجموعه ال NH3 الاساسيه بيزود خواص البيزك للامينو اسيد. طيب اما اجي تبص على الاجابه الاقي بيقول لي اللايسين هستيدين ارجينين. Which of the following substances do belong to the group hemoprotein أو هيم بروتين؟ ببساطة في حاجات أو في أسماء يعني البروتينات بيبقى نص الاسم كذا والنص التاني كلمة بروتين. طيب كلمة بروتين يعني مجموعة من الأحماض الأمينية، الجزء الأولاني بقى بيبقى إيه؟ بيبقى ممكن يبقى ميتال، ممكن يبقى كربوهيدرات، ممكن يبقى ليبيد، يعني بنلاقي إيه جلايكوبروتين يبقى كربوهيدرات، نلاقي لايبوبروتين يبقى ليبيد كوليسترول وترايجلسرايد والحاجات دي، ممكن يبقى هيم بروتين يعني ميتال زي الايرن مثلا والبورفيرين. طيب يبقى انا افهم كده نص السؤال او نص الاجابه، يعني الاسم اللي قدامي عباره عن مجموعه من الاحماض الامينيه و حاجه تانية مرتبطه بيها. طيب لو انا مش عارف خالص يعني بالمعلومه بالظبط ببدا افكر شويه، بقول لي مثلا لايبوبروتين، لايبو دي دي جايه من الليبيد يعني الدهون، يبقى انا ابص في الاجابات على الحاجات اللي ليها علاقه بالدهون زي الايه الاحماض الدهنيه والترايجلسرايدز والكوليسترول والحاجات دي. طيب جلايكوبروتين ابص على الحاجات اللي ليها علاقه بالكربوهيدرات، هيموبروتين ابص على الحاجه اللي ليها علاقه بالحديد الايرن والبورفيرين والكلام ده. طيب هنا في السؤال بيقول لي ايه الحاجات اللي بتنتمي للهيموبروتين، هلاقي هيموجلوبين، ده الهيموجلوبين اللي هو موجود في الدم
اللي هو بيحمل الاكسجين ده، والمايوجلوبين هو السيتوكروم. السيتوكروم ده انزيم بيشتغل في الكبد عشان يهضم او يكسر، يعمل ميتابوليزم يعني لمركبات كتير. طيب ديكربوكسيليشن اوف سيرين بيؤدي الى ايه؟ طيب ديكربوكسيليشن معناها عمليه، كلمه دي يعني حرف دي اللي هو الدي اي في الكيمياء معناها نزع، تمام؟ لو احنا فاكرين كده كنا بنقول في البيولوجي دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد يعني منزوع الاكسجين، هنا دي كربوكسيليشن يعني انا بعمل نزع لمجموعه الكربوكسيل. طيب السيرين لو انا نزعت منه الكربوكسيل ينتج عندي ايه؟ طيب ابص على الاستراكشر بتاع السيرين. السيرين عباره عن ايه؟ ادي مجموعه كربوكسيل، ادي ال NH2 كربون الالفا مرتبط بها ايه؟ سي H2 OH. طيب انا لو شلت مجموعة الكربوكسيل اللي هي COOH هيتبقى عندي باقي المركب اللي هي كربونة معها H ومعها NH2 ومعها CH2 OH. طيب ابص عندي في اللي موجود هلاقي ادي ال NH2 وادي CH2 CH2 OH. طب هو نفس الاستراكشر المكتوب ده لما اجي اسميه اسمه ايثانول امين. هو الايثانول ده اللي هو ايه؟ ايثان اللي هو كربونتين يعني، ومرتبط بيهم مجموعة OH فيبقى إيثانول، ومرتبط بيهم مجموعة أمين اللي هي الـ NH2. طيب أمال إيه التالت الكولامين ده؟ الكولامين ده اسم تاني للإيثانول أمين برضو. يبقى الاستراكشر ده هو بتاع الاسم ده هو الاسم ده. يبقى أنا بعمل عملية ديكربوكسيليشن للسيرين يعني بعمل نزع لمجموعة الكربوكسيل. أبص كده على الاستراكشر، شلت الكربوكسيل يبقى اللي باقي عندي إيه؟ إيثانول أمين. بيقول لي what is chromatography. chromatography دي ببساطة عملية فصل للمركبات عن بعضها. ازاي؟ انا دلوقتي عندي مثلا كوباية فيها خمس ست مركبات معمولين في خليط كده مكشر مع بعض، وانا عايز افصل كل مركب منهم لوحده، بعمل ايه؟ الكروماتوجرافي ببساطة خالص يعني هي فيها تفاصيل كتير، بس ببساطة خالص انا عندي مرحلتين، مرحلة بيسموها الموبيل او الموبايل فيز، ومرحلة بيسموها الاستيشنري فيز. انا باخد المكشر اللي عندي ده احطه في مادة سائلة بتتحرك يعني، وبعد كده امررها على حالة او منطقة بحيث ان المواد اللي عندي تبدأ تتحرك. طيب المواد اللي موجودة في المكشر اللي عندي مواد مختلفة عن بعضها، وبالتالي سرعة الحركة بتاعتها هتكون مختلفة، وبالتالي مش كلها هتوصل لنهاية الممر ده مع بعضها. يبقى إذن المادة اللي هتتحرك أسرع هتوصل الأول فتتفصل، وبعد كده المادة اللي بعدها تتفصل، والمادة اللي بعدها تتفصل، وهكذا. دي ببساطة فكرة الكروماتوجرافي، إن أنا عندي مجموعة مواد بعمل لهم فصل عن طريق الموبايل فيز والاستيشنري فيز، ودي بتستخدم كتير في مصانع الأدوية والشركات الخاصة بالأبحاث لما يبقى عندهم مادة مكونة من أكتر من حاجة وعايز يفصل كل مادة ويشوف خصائص كل مادة لوحدها، أو يكون عنده حاجة تلوثت بمادة معينة وعايز يفصلها برضو بيستخدم الكروماتوجرافي، أو عايز يشوف شاري مادة معينة مثلا المادة دي مركبة من كذا حاجة وعنده مثلا عايز يطمن اذا ما كانتش مغشوشه بحاجه معينه فيستخدم الكروماتوجرافي. فبيقول لي هنا ايه هي ميثود للسيبريشن والايزوليشن بتاع المواد. من ضمن المواد اللي بعمل لها سيبريشن دي الاحماض الامينيه. ليه؟ لان الاحماض الامينيه مختلفه عن بعضها في الاستراكشر وفي الصفات بتاعتها، وبالتالي اقدر افصل. بيقول لي a physical and chemical analytical method. انا بعمل تحليل بناء على الخواص الكيميائيه والفيزيائيه للمواد. which of given amino acid do not have chiral carbon. يعني بيقول لي ايه من الاحماض الامينيه التاليه ما عندوش كايرال كربون. احنا قلنا كلمه كايرال كربون الكربون اللي في النص الالفا دي يكون مرتبط بيها اربع مجموعات مختلفين عن بعض. لو انا رجعت للاستراكشرز هلاقي في احماض امينيه كايرال عندها كربونه كايرال يعني، واحماض امينيه ما عندهاش. طب ايه مثال على اللي ما عندهاش؟ قال لي زي الجلايسين، زي
الجلوتاميك اسيد والاسبارتيك اسيد زي ما انت شايف. ادي الكربونه اللي هي دي اللي بيسموها الالفا كربون، هلاقي مرتبط بها اتش و اتش. نفس الكلام هنا، الكربونه الالفا مرتبط بها اتش و اتش. طالما الاتنين زي بعض مش مختلفين يبقى اذا دي مش كايرال كربون. طيب which of the given proteins do not contain iron؟ زي ما قلنا اللي بيحتوي على الايرن بيسموه هيم بروتين، زي الهيموجلوبين، المايوجلوبين، السيتوكروم والترانسفيرين. طب انا عرفت منين الترانسفيرين؟ طب احنا قلنا الهيموجلوبين والمايوجلوبين والسيتوكروم دول جم في سؤال قبل كده. الهيموجلوبين عرفت، الترانسفيرين عرفت منين ان هو تبع لو انت جيت ببساطه، حتى لو انت مش عارف، يعني الفيرين اللي هو جاي من الفيريك اسيد او الفيريك والفرس اللي هو مشتقات للحديد. طالما حديد يبقى اذا ايه؟ ايرن. يبقى اذا ده بيحتوي على ايرن، يعني بالشبه كده لو انا مش عارف بالنص المعلومه يعني. طيب يبقى اذا الحاجات الباقيه ما بتحتويش على ايرن، زي الالبومين، زي الكاسيين، زي الجاما جلوبيولين، زي البيبسي. طيب which of the following molecules do belong to biologically significant peptide or polypeptide؟ كلمة peptide أو polypeptide يعني احنا بنتكلم على مركب بروتين عامل هرمون أو عامل انزيم. فهو بيقول biologically significant يعني هرمون أو انزيم أو مركب ليه أهمية حيوية كبيرة في الجسم. طيب قلل الانسولين من أهم المركبات، لو زاد شوية ممكن يموت الإنسان، لو قل شوية ممكن يموت الإنسان. الجلوكاجون ده اللي هو عكس الإنسولين على طول، يعني الشغل اللي بيعمله الإنسولين عكسه تماما اللي بيعمله الجلوكاجون ده. دي إنزيم برضو بيطلع من البنكرياس. الأوكسيتوسن الإنزيم المسؤول عن الانقباضات بتاع الرحم. الفازوبريسين المسؤول عن الانقباض بتاع الأوعية الدموية. طيب امينو اسيد فورم ابيز اوف، يعني الاحماض الامينيه بتكون الاساس لايه؟ للبروتين، للانزيم، للاوليجوبيبتايد. ايه احنا بنسمع دايما بيبتايد، بولي بيبتايد، اوليجوبيبتايد. البيبتايد اللي هو بشكل عام مجموعه من الاحماض الامينيه. طيب الأوليجوبيبتايد اللي هو ما بين 3 ل10 أحماض أمينية مرتبطين مع بعض. طب البوليبيبتايد اللي هو إيه؟ أكتر من كده بقى. طيب الباقي، هل الأحماض الأمينية هي الأساس فيه؟ لأ. طيب بيقول لي فيبرلر بروتين انكلود. الفيبرلر بروتين ده نوع من البروتينات اللي هي داخلة فيه الاستراكشر العام للجسم، تمام، اللي هي البروتينات البنائية للجسم. طيب اشهرها ايه؟ الكولاجين والكيراتين. طيب الهستون ده بروتين، لو احنا فاكرين برضو في البيولوجي، عبارة عن بروتين اللي بتتلف حواليه شريط الدي ان ايه. طيب هو بيقول لي هو بيزك بروتين، يعني بروتين اساسي، بيبقى موجود في النواة بتاع الخلية، بيرتبط مع النيوكليك اسيد، وبيحتوي على بيزك امينو اسيدز في الاساس. طيب فوسفوريك اسيد از بوندد ان فوسفوبروتين ويز بوند، يعني الفوسفوريك اسيد بيرتبط في الفوسفوبروتين، يعني فوسفورس مع بروتين، بيرتبط بربطة اسمها ايه؟ قال لي ربطة تساهمية بيسموها الاستر بوند، نوع من انواع الرابطة التساهمية بيسموها الاستر بوند. We can consider hemoglobin to be، اللي احنا فاكرين هيموجلوبين ده هيم بروتين، وهيم يعني ايه؟ يعني في ايرن. يبقى بيعتبر ميتالو بروتين، يعني ميتال، تمام. كونجيوجيت بروتين، صحيح. كونجيوجيت يعني ايه؟
يعني بروتين مربوط فيه مركب تاني، يعني زي مثلا ايه الهيموجلوبين، ده بيبقى عبارة عن مجموعة من الأحماض الأمينية عاملة لي بروتين مرتبط فيها الاير ومعاه البورفيرين، يعملوا لي في الاخر الهيموجلوبين اللي هو بيعمل ايه، بيحمل الاكسجين في الدم. طيب قال لي هو هيم بروتين، تمام. طب بيقول لي بيشتغل كترانسبورت بروتين، لان هو زي ما قلنا بيحمل الاكسجين، لان هو بيبقى جزء من تكوين كرات الدم الحمراء اللي هي بتحمل الاكسجين جوه الجسم. طيب what is بيبسين او بيبسين؟ ده انزيم من ضمن الانزيمات اللي المعدة بتستخدمها لهضم الطعام. فبيقول لي اندو بيبتايديز، لما الاقي كلمة ايز في اخر الاسم يبقى ده عبارة عن انزيم، يعني اي انزيم بيشتغل عندي هلاقي دايما في اخر الاسم بتاعه ايز، تمام. فهو بيقول لي اندو بيبتايديز، بيبتايديز يعني بيكسر البيبتايد او البولي بيبتايد، يعني بيكسر البروتين، يبقى هو بروتين او انزيم يعني بيكسر البروتين، وده دوره في الهضم، يبقى هو انزيم وبروتين وموجود في المعدة او جزء من مكونات السائل بتاع المعدة، مسؤوليته ايه؟ انه يساعد في عملية الهضم. طيب جلايكوبروتين، زي ما قلنا انا عندي هيموبروتين، عندي لايبوبروتين، عندي جلايكوبروتين، عبارة عن بروتين يعني مجموعة من الاحماض الامينية مرتبط بيها حاجة تانية. ده برضو نوع من الكونجيوجيتد بروتين، زي ما قلنا كونجيوجيتد يعني بروتين ومربوط معاه مركب تاني، بيحتوي على الساكرايد ماشي او البولي ساكرايد في المركب بتاعه، و بيعتبر جزء من الميوسين. نوع تاني من انواع البروتينات لايبوبروتين، قال لي برضو عبارة عن ايه، ليبيد دهون يعني مع بروتين. طيب أمثلة من أمثلة اللايبوبروتينز دي زي الكوليسترول، زي الترايجليسرول أو الترايجليسرايد. طيب المايوجلوبين، المايوجلوبين كنا اتكلمنا عنه من شوية، من مجموعة الميتالوبروتين أو الهيموبروتين اللي هي أكسجين كارير في الجسم، ونوع من أنواع الترانسبورت بروتين، والكونجيوجيت برضو بروتين. بيقول لي 2 امينو 4 ميثايل بنتانويك اسيد، ده ايه بقى؟ قال لي لما تيجي تبص عليه ارسم الاستراكشر، هتلاقيه زي ما انت شايف كده 2 امينو 4 ميثايل بنتانويك اسيد. بنتانويك اسيد ده اللي هو ايه، خمس كربونات وفي مجموعة كربوكسيل، زي ما انت شايف كده ادي 1 2 3 4 5، ده كده بنتانويك اسيد، ودي الكربونة الاولى، تانية، تالتة، الرابعة مربوط فيها مجموعة ميثايل، والكربونة التانية مربوط فيها مجموعة امينو، لما تيجي تسميه يبقى 2 امينو 4 ميثايل بنتانويك اسيد. ده حمض اميني اختصارا بيسموه الليوسين، تمام. ده نوع من انواع السنشال امينو اسيد، وزي ما قلنا الاسينشال امينو اسيدز دي الجسم ما بيقدرش يكونها، فلازم ياخدها من مصدر خارجي اللي هو الاكل. طيب الاسبراجين، الاسبراجين ده نوع من انواع الاحماض الامينية. طيب ايه الاستراكشر بتاعه؟ زي ما انت شايف كده ادي الكربونة الالفا مرتبط بها اتش، مرتبط بها مجموعة امينو، مرتبط بها سي او اتش. طب الار سايد تشين عبارة عن CH2 C double bond O NH2. طيب من شكل الاستراكشر اللي معايا بيحتوي على مجموعتين امينو، ادي المجموعة الاولى الاساسية ودي مجموعة كمان، تمام. قال لي هو الامايد بتاع الاسبارتيك اسيد، الاسبارتيك اسيد ده عبارة عن ايه، نفس الاستراكشر بالظبط، بس مجموعة ال NH2 مكانها OH، فانا لو شلت ال OH وحطيت NH2 بقى ده امايد، يبقى الامايد بتاع الاسبارتيك اسيد هو الاسبراجين، تمام. التسمية بتاعته 2 امينو 1 و4 بيوتان دايوك اسيد. طيب تعال نشوف التسمية دي،
على الاستراكشر. واحد اتنين تلاتة أربعة. اتنين أمينو، تمام. ادي الكربونة التانية عليها مجموعة NH2 يبقى اتنين أمينو. واحد وأربعة بيوتان دايويك أسيد. ليه؟ واحد فيها سي او واربعة فيها سي او، وهنا او اتش وهنا ان اتش تو، تمام كده. التيروزين، التيروزين لما اجي ابص على الاستراكشر بتاعه هلاقيه زي ما انت شايف كده، نوع من انواع الامينو اسيدز واروماتيك. اروماتيك يعني ايه؟ يعني في حلقة بنزين ومشتقاتها. طيب احنا دايما بناخد البيزك ستراكشر اللي هو الكربون الالفا معها الاتش مع الان اتش 2 معها السي او اتش، يبقى فاضل لي السايد تشين. هنا السايد تشين عباره عن سي اتش 2 ومجموعه بنزين عليها او اتش، ده بيسموه التيروزين. طب ليه قلت اروماتيك؟ عشان زي ما قلنا في مجموعه بنزين، تمام. بيقول لي بارا ديريفاتيف اوف فينول. الفينول هو حلقه بنزين عليها او اتش، بارا ديريفاتيف ادي حلقه البنزين، هنا اورسو او البوزيشن اورسو يعني، وهنا وهنا البوزيشن ميتا، وهنا وهنا البوزيشن بار. يعني انا مجموعه الاو اتش السي اتش 2 بالنسبه لها تعتبر في البوزيشن بار، فبيسموه بارا ديريفاتيف اوف فينول. طيب قال لي انا بجيبه من حمض اميني اخر اللي هو الفينايل الانين، يبقى التيروزين انا بجيبه منين؟ من الفينايل الانين. ان انا بعمل ايه؟ هيدروكسيليشن. ادي الاستراكشر زي ما انت شايف كده بتاع الفينايل الانين، عباره عن البيزك استراكشر بتاع اي امينو اسيد ومعاه سي اتش 2 فيها حلقه بنزين، والتيروزين نفس الاستراكشر بالظبط بس زودت عليه او اتش، يبقى انا عملت هيدروكسيليشن لفينايل الانين طلع لي التيروزين. ذا اسيديك امينو اسيد، احنا قلنا اللي هو ايه؟ اسبارتيك اسيد وجلوتاميك اسيد، هنلاقي فيهم دايما السي او اتش اكتر من الان اتش 2. طيب قال لي بيلونج تو داي كربوكسيليك اسيد. داي كربوكسيليك اسيد يعني عنده مجموعتين من الكربوكسيليك اسيد، المجموعه الاساسيه اللي هي البيزك ستراكشر بتاع الامينو اسيد، وعنده مجموعه كمان زياده من الكربوكسيليك اسيد فبيسموه داي كربوكسيليك اسيد امينو اسيد. طيب بيقول لي هو بيتحرك ناحيه الانود فاستر ذان نيوترال امينو اسيد. هو سالب هيتحرك ناحيه الموجب بسرعه، انما النيوترال ما بيتحركش او حركته بطيئه. يعني لو حطيته في الكتريكال فيلد هو اصلا سالب الاسيدك ده، يبقى هيتحرك ناحيه الموجب بسرعه، شيء منطقي. بيقول لي كونتريبيوت تو نيجاتيف تشارج اوف بروتين في الالكالاين ميديا، يعني هو بيقول لي هو السبب ان البروتين ياخد شحنه سالبه، وده منطقي. احنا زي ما قلنا اصلا هو اسيدك عشان واخد شحنه سالبه، ليه؟ عشان السي او او اتش بتفقد الاتش فيبقى عليها شحنه سالبه. طب الميثايونين، الميثايونين ده برضو حمض من الأحماض الأمينية زي ما انت شايف كده، بيحتوي على مجموعة S اللي هي السلفر. طيب يبقى هو essential amino acid بيحتوي على السلفر، ادي الاستراكشر بتاعه، افصل كده ادي البيزك اللي هو كربونة NH2 اتشاية COOH، وادي ال R side chain CH2 CH2 S CH3، تمام، اللي هو بيحتوي على ايه؟ على السلفر. طيب الميثايونين ده هو اول حمض اميني بيبدا في تكوين اي بولي بيبتايد تشين. لو انت فاكر في البيولوجي قلنا اول اللي هو الستارت كودون بيجيب لي اول حمض اميني اللي هو الميثايونين، يبقى اي بروتين اول حركة او اول عملية بتتم في تكوين البروتين هي بناء الاحماض الامينية اللي هي البولي بيبتايد تشين، اول حمض اميني في سلسلة الاحماض الامينية بيكون هو الميثايونين دايما في بناء اي بروتين. فهو بيقول لي
is the amino acid by which the proteosynthesis اللي هو عملية بناء البروتين starts. The compound NH3 positive CH3CONH2COO is. طيب ناخد بالنا، هل ده حمض أميني واحد ولا أكتر من حمض أميني ولا إيه نظامه بالظبط؟ طيب أنا عندي NH3 وأدي الكربونة معاها H وأدي CH3 وأدي COO NHCH2COO. لو بصينا بس نظرة متأنية هنلاقي إن ده حمضين أمينيين مرتبطين مع بعض ببيبتايد بوند، يعني المفروض دي كانت COOH وهنا دي كانت NH3، فدي فقدت H ودي فقدت OH يعني جزيء مية وعملوا لي البيبتايد بوند. لو ركزنا في الاستراكشر هنلاقي ان ده ايه، الالانين واللي جنبه الجلايسين، يبقى دول حمضين امينيين عباره عن الانين مع جلايسين، وبالتالي ده يعتبر بيبتايد لان في بيبتايد بوند ما بين الاتنين. طيب ده نون ايونيك فورم ولا ايونيك فورم؟ ايونيك فورم لان انا عندي ادي السالب وادي الموجب، يبقى ده بيسموه ايه، سفيتر ايون. بيقول لي ده ما بيتحركش في الالكتريكال فيلد، ليه؟ لان النت ريزلت السالب مع الموجب يديني في الاخر زيرو. احنا قلنا سفيتر ايون النت اتشارج او النت ريزلت للتشارج، يعني الفرق ما بين الموجب والسالب بيكون صفر، الاتنين بيلغوا بعض، يعني الشحنات موجودة لكن متساوية فبتلغي بعضها. طيب choose the names that correspond the given formula، هو بيديني الاستراكشر وبيقول لي بص على اختار الاسم يعني. طيب الاستراكشر ده خاص بحمض اميني بيسموه البرولين، الاستراكشر ده التريبتوفان، والاستراكشر ده عبارة عن الميثيونين مع الألانين. ازاي؟ ادي ان ايه، تعالى نفصل من هنا كده، ادي المفروض دي كانت ان اتش 3 وادي كربونة معاها اتش وادي سي اتش 3 وادي سي او او اتش، ده الألانين. وهنا اكتر حاجة مميزة ان انا عندي مجموعة اس اهيت، يبقى سلفر، يبقى ده ايه، ميثيونين. choose the correct statement for the molecule ألانين مع جلايسين، بيقول لي ممكن ينتج من تفاعل كوندنسيشن، يعني انا بعمل كوندنسيشن تكثيف فينتج عني الانين جلايسين. بيقول لي ده داي بيبتايد، اه صحيح، ما انا عندي اتنين امينو اسيد عملوا لي داي بيبتايد، بيحتوي على تو فانكشنال جروبس، صحيح. ده الاستراكشر بتاعه، ادي الالانين NH2 CH CH3 COO وهنشيل OH، وهنا المفروض كانت NH3 هنشيل ال H ونكمل باقي المركب اللي هو الجلايسين. الجلايسين ده ابسط حمض امين، والالانين اللي بعد منه على طول. طيب the compound with the structure، يعني الاستراكشر اللي احنا شايفينه ده لسه قايلينه من سؤالين فاتوا، اللي هو ايه، التريبتوفان. التريبتوفان ده ادي كربون الالفا معاها اتش معاها ان اتش 2 معاها سي او اتش وبعدين سي اتش 2، وادي حلقه خماسيه فيها ان مع حلقه بنزين، تمام. ده حمض اميني من انواع الاحماض الاسينشال بيسموه التريبتوفان، بيكون برضو سفيتر ايون، بيقول لي هو بيعمل ايه، ستابيلايز ذا تيرشري ستراكشر باي هيدروفوبيك انتر اكشن. طيب الهيدروفوبيك انتر اكشن والتيرشري ستراكشر والكلام ده هيحتاج شرح كتير، فالمعلومه دي هنعرفها زي ما هي كده، يعني هنت بسيط عنها. البروتين اما بيتكون بيبقى في الاول عباره عن شريط من الاحماض الامينيه اللي لازقه في بعضها، بعد كده بيمر باكتر من مرحله يتحول لسكند ستراكشر تيرشري ستراكشر عشان ياخد الشكل النهائي بتاعه اللي هو هيقدر يعمل الفانكشن بتاعته كهرمون او كانزيم او كاي مركب. طيب فبيقول لي التريبتوفان ده من ضمن الوظائف بتاعته ان هو بيعمل ستابيلايزيشن للتيرشري ستراكشر ده عن طريق حاجه بيسموها الهيدروفوبيك انتر اكشن.
يعني هو بيثبت البروتين في الحالة بقى اللي التيرشر ستراكشر عشان ما يرجعش يفك تاني ويرجع للصورة الأولية بتاعته. تمام. طيب الجلوتاميك اسيد ليه الاستراكشر اللي انت شايفه ده، اللي هو البيزك ستراكشر بتاع الامينو اسيد، ومعاها سي اتش 2 سي اتش 2 سي او او اتش. وطالما هو اسيد يبقى ايه؟ يبقى مع عنده مجموعه سي او او اتش غير المجموعه الاساسيه. طيب لما بتيجي تسميه تسميه كيميائيه يعني، قال لك بيتسمى 2 امينو بنتانويك اسيد. جات منين التسمية؟ بنتانويك جاية من بنتان يعني خمس كربونات، ادي 1 2 3 4 5، و تسمية الكربوكسيل بنحط في الاخر اويك اسيد اللي هو او اي سي واسيد، يبقى ده بنتانويك اسيد، وعنده في الكربون رقم 2 مجموعة ان اتش 2 اللي هي الامينو، يبقى 2 امينو بنتانويك اسيد. طيب بيقول لي في البيزك انفايرونمنت بيتحرك اسرع من الجلوتامين، طبعا لان في البيزك هو اسيد وبالتالي التضاد بيخلي فيه حركة اسرع، انما الجلوتامين ده بيزك. طيب ان ذا اورجانيزم از برودوسد باي ترانس امينيشن اوف 2 اوكسو جلوتاريك اسيد، يعني في مركب اسمه الاوكسو جلوتاريك اسيد. الاوكسو جلوتاريك اسيد ده بيحصل له حاجة بيسموها ترانس امينيشن، فبيطلع الايه؟ الجلوتاميك اسيد. طيب الكومباوند اللي ليه الاستراكشر ده، ده بيسموه ايه؟ بيسموه الهيستيدين، ومن شكله انا عندي اكتر من مجموعة ان، يبقى اذا ده بيزك امينو اسيد. وبيقول لي ده من ضمن الاسينشال امينو اسيدز، وبيحتوي على نفس عدد الكربونات زي اللايسين. طيب انا عشان ارتاح في التعامل مع الاسئله الخاصه بالبروتين وبالامينو اسيد، محتاج ابص على الاستراكشر بتاعهم. في جزء ثابت اللي هو الكربونه معاها اتشاية معاها سي او اتش معاها ان اتش 2، وجزء بيتغير اللي هو السايد تشين، وابقى عارف ان السايد تشين دي لو فيها مجموعة كربوكسيل يبقى اسيد، لو فيها مجموعة ان يبقى بيزك، لو فيها حلقة بنزين تبقى اروماتيك، وهكذا. choose the correct statement. الجلوتاميك اسيد give rise by decarboxylation of beta amino butyric acid. ده تفاعل بيحصل، عملية نزع لمجموعة الكربوكسيل من الأمينو بيوتيريك أسيد. أمينو بيوتيريك أسيد يعني مجموعة بيوتان وفيها سي او اتش ومعها ان اتش 2، أنا بعمل نزع لعملية سي او اتش فيطلع عندي الجلوتاميك أسيد. ماشي. طيب التيروزين قال لي ممكن يتكون عن طريق الهيدروكسيليشن اوف فينايل الانين، صحيح احنا لسه قايلينها من كام سؤال، ان انا بعمل بحط او اتش على الفينايل الانين يبقى تيروزين. لو انا عملت دي كربوكسيليشن للسيرين، ده كان اول سؤال او تاني سؤال تقريبا، بطلع ايثانول امين. طيب لو عملت ترانس امينيشن للالانين ممكن اطلع البايروفيك اسيد. طيب هو ايه اصلا عملية الترانس امينيشن دي؟ دلوقتي الترانس امينيشن دي فكرتها ببساطة ان انا عندي حمض اميني يعني بيحتوي على مجموعة امينو، وحمض عادي ما فيهوش مجموعة امينو، بفعلهم مع بعض. ماشي. فبيحصل ايه؟ الحمض الاميني بيفقد مجموعة الامينو، والحمض العادي بياخد مجموعة الأمينو، فالحمض العادي يتحول لحمض أميني، والحمض الأميني يتحول لحمض عادي ما فيهوش مجموعة أمينو يعني. تمام كده. يبقى دي فكرة الترانس أمينيشن، يعني بفعل حمض عادي بيسموه كيتو أسيد مع
حمض أميني اللي هو بيحتوي على NH2. ايه اللي بيحصل؟ الحمض العادي بياخد ال NH2 يتحول لحمض أميني، والحمض الأميني بيفقد ال NH2 دي ويتحول لحمض عادي أو كيتو أسيد. دي بيسموها ترانس أمينيشن. طيب اللايسين حمض أميني، قال لي ممكن يبقى جزء من الإنزيمات، إنزيم من الإنزيمات يعني. احنا قلنا أي إنزيم هو بروتين، واللايسين بيعتبر essential amino acid و basic amino acid. السيستاين، السيستاين برضو حمض من الأحماض الأمينية. الاستراكشر بتاعه من الحاجات المميزة ليه انه بيحتوي على مجموعة SH او بيسموها ميركابتو جروب. لما بعمل له اكسوديشن بيطلع السستين، يعني بشيل حرف الاي ده. هو بيعتبر من الاحماض الامينية اللي عندها قابلية او امكانية انها ترتبط مع الهيفي ميتالز والحساسة للاكسيدايزنج ايجنت او العوامل المؤكسدة. الجزء اللي جاي من الاسئلة خاص ب النيوكليك اسيد اللي هو الار ان اي والدي ان اي، ومن الناحيه الكيميائيه يعني بيقول لي نيتروجين سبيس اند ريبوز اور دي اوكسي ريبوز، يعني السكر الخماسي ريبوز او دي اوكسي ريبوز مع القاعده النيتروجينيه بيسموها ايه؟ قال لي بيسموها نيوكليوسايد. ماشي، لما نضيف عليها مجموعة الفوسفات بيبقى دي ايه؟ نيوكليوتايد. يبقى دي بيسموها نيوكليوسايد، بيسموها ديوكسي رايبو نيوكليوسايد، بيسموها رايبو نيوكليوسايد، بيسموها نيوكليوتايد بريكرسور. يبقى ان القاعدة النيتروجينية مع السكر الخماسي ده ايه؟ نيوكليوسايد. ازود عليهم مجموعة الفوسفات يبقى ايه؟ نيوكليوتايد. طيب ايه القواعد اللي هنا اللي مكمله لبعضها وايه اللي مش مكمله؟ احنا لو احنا فاكرين الاي بترتبط مع التي والجي بترتبط مع السي، اي حاجه غير كده ما تمشيش. طيب وفي الار ان اي الاي بترتبط مع اليو لان مفيش تي في الار ان اي. طيب لكن الجي عمرها ما ترتبط مع التي ولا ترتبط مع اليو ولا الاي ترتبط مع السي. The following compound is considered to be nucleoside. قال لي nucleoside يعني ايه؟ يعني قاعدة نيتروجينية مع السكر. ماشي، قال لي الادينين، ادريمين، البايريدين، البنزيدين. الحاجات دي تعتبر nucleoside؟ لا طبعا. النيوكليوسايد زي ما قلنا السكر مع القاعدة النيتروجينية. يبقى انا لما باجي اسمي بسمي ايه؟ الادينين يبقى ادينوزين، يوريدين، سايتيدين، ثايميدين. ماشي، يبقى انا عندي، مش انا عندي القواعد، ادينين، ثايمين، سايتوزين، جوانين. يبقى انا لما باجي اربط معاهم السكر يبقى قاعده مع سكر، يبقى يوريدين، سايتيدين، ثايميدين والادينوزين. امال ايه بقى الحاجات التانية؟ لا الحاجات التانية دي ما تعتبرش نيوكليوسايد. ناخد بالنا من السؤال، هو عايز ايه؟ نيوكليوسايد، نيوكليوتايد، ولا السكر لوحده، ولا القاعدة لوحدها؟ طيب the following substances are not considered nucleoside، يعني لا تعتبر برضو نيوكليوسايد. قال لي البيريدين بيز، ما هي دي قاعدة بس معهاش سكر. البيورين والبيريميدين بيز ما يعتبروش نيوكليوسايد، هي دي قواعد بس ما فيش سكر. كومباوند اوف بيزز مع الفوسفوريك اسيد، لا هو الرابطة عايزة سكر، قاعدة مع سكر. كومباوند اوف بيزز والشوجر كومبوننت اند اتش 3 بي او 4 برضو لا. الاي تي بي والاي ام بي، الاي تي بي ده اللي هو الادينين او بيسموه الادينوزين تراي فوسفيت، ده كده مش نيوكليوسايد. الاي ام بي اللي هو الادينوزين مونوفوسفيت، يعني عنده مجموعة فوسفيت واحد، ده كده ايه؟ مش نيوكليوسايد. زي ما قلنا النيوكليوسايد القاعدة مع السكر. The following substances is a part of nucleic acid. nucleic acid اللي هو الحمض الاميني. طيب P
بيورين ديريفاتيف اللي هو الأدينين، فوسفوريك أسيد، ألدوبنتوز، ريبوز أو ديوكسي ريبوز، ثيمين أو سيتوزين. ليه اخترنا الحاجات دي ومخترناش بقية الحاجات؟ يعني ليه مثلا اليوريك أسيد مش جزء من النيوكليك أسيد؟ هو كده، والنيوكليك أسيد ليه مكونات محددة. يعني هو عنده بيورين بيز، بس مش أي بيورين بيز. عنده بيريميدين بيز، بس مش أي بيريميدين بيز. يعني أنا عندي هما الأربعة بس، أدينين، جوانين، ثيمين، سيتوزين، أي حاجة غيرهم لأ. ماشي. السكر الخماسي أنا عندنا حاجة بيسموها الألدهايد وحاجة بيسموها الكيتون في الكيمياء، تمام. بنتوز اللي هو السكر الخماسي، فهنا السكر الخماسي واخد الفورم بتاع الألدهايد اللي هو بيسموه الألدو بنتوز مش الكيتو بنتوز. يبقى أنا لما يجيب لي في الاختيارات كيتو بنتوز أقول له لأ، هو واخد شكل الألدهايد فورم. ترانسفير ار ان ايه اللي هو تي ار ان ايه بيرمز الى الترانسفير ار ان ايه. الار ان ايه مولكيول اللي بينقل الاحماض الامينيه. الار ان ايه سبيسيفيكيشن اوف ويتش ديترمايند باي الانتي كودون. يعني اظن المعلومات دي مراجعه للي كان في البيولوجي، فمش محتاجه شرح. بروتيوسينثيسز اللي هو تصنيع البروتين is localized in the organism. يعني اي كائن زي الانسان مثلا او الحيوان، عملية تصنيع البروتين بتبقى موجودة فين؟ قال لي موجودة في الريبوسومات وموجودة في الميتوكوندريا. يبقى المكان الاساسي لتصنيع البروتين هو الريبوسومات وفي شوية في الميتوكوندريا، وده طبعا بيحصل في كل الكائنات الحية. ايه اللي نقدر نقوله عن الاستراكشر اللي قدامنا ده؟ دي المنظر اللي احنا شايفينه ده عباره عن بايريميدين بيز اللي هي قاعده بايريميدين، وطبعا بما ان فيها ان وان كتير يبقى دي تعتبر من البيزك او المركبات القاعديه او البيزك كومبوننت للحمض الاميني او النيوكليك اسيد. دي من ضمن الحاجات الاساسيه المكونه لايه؟ للاحماض النوويه اللي هي النيوكليك اسيد. وناخد بالنا عن الفرق ما بين الحمض الاميني اللي هو الامينو اسيد اللي هو بيكون البروتين، والحمض النووي اللي هما بيسموه الدي ان ايه والار ان ايه اللي هو النيوكليك اسيد. ممكن نتلخبط في الاسماء، لكن ده ليه سكه وده ليه سكه، ولا ده تركيب وده تركيب، وده وظيفه وده وظيفه. يبقى اللي قدامنا ده عباره عن بايريميدين بيز جزء من مكونات النيوكليك اسيد اللي هو الحمض النووي. طيب نيوكليوتايد، نيوكليوتايد يبقى تلات حاجات: قاعدة نيتروجينية وسكر خماسي والفوسفات. طيب النيوكليوسايد derived from their nucleoside differ from each other in، يعني هو بيقول لي النيوكليوتايد بتبقى مختلفة عن النيوكليوسايد في ايه؟ الاساسي في وجود الفوسفات او الفوسفوريك اسيد. طيب الفوسفيت ده بيربط عن طريق ايه؟ رابطه بيسموها الفوسفوداي استر بوند، يعني كوفيلنت بوند نوعها ايه؟ استر بوند. الفرق بيبقى في وجود الفوسفيت او عدم وجوده، وبالتالي في وجود الرابطه اللي هي الاستر بوند دي، والفرق ما بين السكر في الار ان اي والدي ان اي. طيب رايبو نيوكليوتايد وديوكسي رايبو نيوكليوتايد اللي هو الار ان اي والدي ان اي بيختلفوا في ايه؟ طبعا بيختلفوا في السكر، هنا اوكسي وهنا دي اوكسي. طب السكر ده بيسموه بنتوز شوجر، واحيانا بيسموه الالدو بنتوز اللي هو الالدهايد فورم من السكر الخماسي، تمام. اللي بيحتوي على ان جلايكوسيديك بوند، وبيحتوي على بايريميدين بيزس وبيورين بيزس. تذكره بسيطه، ادي الشكل المفصل ليهم، ادي القاعده النيتروجينيه، ادي البيورين اللي هي الادينين والجوانين بتبقى بالشكل ده، وادي البايريميدين بيزس اللي هي الايه؟ الثيمين والسيتوسين واليوراسيل بتبقى بالشكل ده. والفرق طبعا كاستراكشر واضح ما بينهم، هنا حلقة واحدة هنا حلقتين. دي القواعد الأساسية المكونة للدي ان ايه والار ان ايه. طيب اختار الإجابة الصح من الاجابات دي الخاصه بالريبوسوم الار ان ايه. احنا قلنا الريبوسوم الار ان ايه ده المسؤول عن تصنيع البروتين،
بيجي نتيجة ترانسكريبشن لسيرتن دي ان ايه سيكشن. لو احنا فاكرين احنا قلنا الريبوسوم الار ان ايه بيبقى فيه جزء جين معين موجود على الدي ان ايه خاص بتصنيع الريبوسوم الار ان ايه، وبعد كده الريبوسوم الار ان ايه ده بعد ما يتكون يبدأ يمارس شغلته في تصنيع البروتين اللي بيتكون فيه النيوكليوس او النواة وبيشتغل في السيتوبلازم. بيقول لي هو لا يحتوي على الثيمين في الملوكيول بتاعه. ليه ما بيحتويش على الثيمين؟ لان هو اي ار ان ايه ما بيحتويش على الثيمين، بيحتوي بداله على اليوراسيل. The ATP molecule اللي هو الادينوزين تراي فوسفيت، قال لي ده بيحتوي على اللي هو بيسموه مركبات الطاقة الـ ATP، بيحتوي على 3 فوسفيت مربوطين في الكربونة رقم 5 بتاع السكر اللي هو الريبوز، والأدينين بيرتبط بحاجة بيسموها الـ N glycosidic bond مع الكربونة الأولى. طيب لما بعمل له هيدروليسز يعني بكسره بيتحول إلى الأدينوزين داي فوسفيت، يعني هو بيخسر مجموعة فوسفيت، وطبعا بيحتوي على الإستر بوند. ده شكل الـ ATP زي ما احنا شايفين، ادي الأدينين وادي السكر الخماسي مربوط في ادي الكربونة الأولى رابط فيها الأدينين، وادي هنا ايه 1 2 3 4 5 ادي الكربونة رقم 5 او ادي 1 2 3 4 وادي الكربونة الخامسة رابط فيها الايه الفوسفيت، ادي الأولى وادي التانية والتالتة. لما بيحصل له هيدروليسيس بالايه بيخسر مجموعة الفوسفيت دي فبيتحول الى الاي دي بي اللي هو الادينين داي او الادينوزين داي فوسفيت، ولو عملنا كمان هيدروليسيس بيتحول الى الاي ام بي اللي هو الادينوزين مونوفوسفيت. النيوكليوتايد في الدي ان ايه، طبعا النيوكليوتيدات بتعمل روابط هيدروجينيه هيدروجين بوند، وبما ان احنا بنتكلم على الدي ان ايه اذا انا عندي الاي والجي والسي والتي، يبقى اذا ما عنديش يوراسيل اللي هي الايه اليو، لكن لو انا بتكلم على الار ان ايه هيبقى عندي اليو. بتحتوي على ان جلايكوسيديك بوند، ادي السكر بيربط مع القاعده من ما بين الكربونه وما بين الان، فدي بيسموها ان جلايكوسيديك بوند. هنا ادي نيوكليتيدا وادي نيوكليتيدا تانية بالعرض، وادي هنا نيوكليتيدا ونيوكليتيدا بالطول اللي هو الباك بون. طيب الرابطه الهيدروجينيه تبقى في النص اللي هو السلالم بتاعه الدبل هيليكس بتاع الدي ان ايه، بتتكون ما بينهم وبين بعض رابطه هيدروجينيه اللي هي الهيدروجين بوند. طيب امال الفوسفودايستر بوند فين يا باشا؟ ادي الفوسفيت بتاع هنا بتاع النيوكليتيد الاولى مع الكربونه بتاع النيوكليتيد الثانيه يرتبطوا مع بعض فيعملوا لي فوسفودايستر بوند عشان الباك بون. يبقى الباك بون بيحتوي على فوسفودايستر بوند، والسلالم او الدرجات بتاع السلم بتحتوي على هيدروجين بوند. نبص هنا بشكل تفصيلي اكتر، هنلاقي ادي الهيدروجين بوند لما تقع مجموعة الهيدروجين ما بين مجموعتين ليهم سلبية كهربية عالية اللي هي الN والO فتحصل الرابطة الهيدروجينية. هنا ادي الفوسفودايستر بوند، ادي السكر الخماسي، ادي الكربونة التالتة، وهنا السكر التاني الخماسي بتاع النيكروتيدة التانية، ادي الكربونة رقم 5 فيها الفوسفيت. تمام، يبقى هنا الكربونة التالتة مع الفوسفيت اللي مرتبط بالكربونة الخامسة بتاع النيوكليتيدة التانية، دي بيسموها ايه فوسفو داي استر بوند. يبقى دي الروابط الاساسية في الدي ان ايه، في النص رابطة هيدروجينية على الطرف فوسفو داي استر بوند. بيقول لي تشوز ذا رايت رايبوسوم كليم. طيب الرايبوسوم بيحتوي على اكتر من سايت اللي هو الاي والبي والاي، هو المكان الريبوسوم ده لعملية التصنيع او السنسس بتاع البولي بيبتايد او بتاع البروتين، بيبقى موجود في السيتوبلازم وممكن يعمل لي حاجة بيسموها البولي ريبوسوم اثناء عملية الترانسليشن، يعني اكتر من ريبوسوم شغال. طيب choose the right claim about uric acid. structure بتاع اليوريك اسيد، اليوريك اسيد ده اللي هو بيترسب، يقول لك الفوران عنده نقرس مثلا، ايه اللي بيعمل النقرس ده؟ زيادة اليوريك اسيد ده في الدم بيبدا يرسب في المفاصل وفي كعب الرجل، فيعمل دي احساس مثلا بالتنميل وكانه شوك كده في رجله، فيقول لك اعمل تحليل فلاقي عنده زيادة في اليوريك اسيد. طيب كيميائيا ده الاستراكشر بتاع اليوريك اسيد، فيه
هو نوع من انواع الهيتيرو كومباوند. الهيتيرو كومباوند بيبقى مركب بيحتوي على اكتر من مجموعة وظيفية غير الكربون، فهنلاقي فيه نيتروجين وهنلاقي فيه اكسجين مع الكربون. عبارة عن حلقتين فيوزد مع بعض، حلقة خماسية وحلقة سداسية. هو بيقول لي هو هيتيرو سايكل، يعني مركب سايكل يعني حلقات. فيوزد دريفاتيف كونتيننج 4 هيتيرو اتوم اوف نيتروجين. اما تيجي تبص على الاستراكشر هتلاقيه فعلا بيحتوي على اربع مجموعات من النيتروجين، جاي من حاجة بيسموها الزنسين. ده الزنسين برضو نوع من انواع الهيتيرو كومباوند، مشتق من مشتقاته هو اليوريك اسيد. عنده خاصية بيسموها التاتوميريك فورم، اللي هو مجموعة الكربونايل اللي هي السيدة بالبوند او اللي هي دي، بيحصل لها نوع بيسموه البروتون اكستشينج، يعني الاتشاية اللي مع الاو بتتحرك شوية عند الاو وشوية عند الان، فتعمل لي حاجة بيسموها الكيتو اينول تاتوميريزم. يعني المركب بيتحول من استراكشر بيسموه الاينول فورم اللي هو فيه الاو اتش يعني، للكيتو فورم. تمام، فيبقى زي ما انت شايف كده، ده الاستراكشر اهوت، وانا عندي الان ومعاها الاتش، يحصل ايه؟ الرابطه دي تتكسر فتيجي تتكون هنا، والاتش تروح تربط هنا زي ما انت شايف كده مع الاو، وبعدين يرجع يروح هنا تاني رايح جاي. ده بيسموه تاتوميريزم او الكيتو اينول تاتوميريزم. دي في مركبات عندها الخاصيه دي، انه عندها مجموعه كربونايل والدبل بوند رايحه جايه ما بين هنا وما بين هنا، فبيتكون بالشكل ده شويه ويتكون بالشكل ده شويه. دي من ضمن الحاجات المميزه لليوريك اسيد.